رينو 6 Z 5G بتصميم ملفت للانتباه وكاميرا ذكية وقوية. الأوبو رينو 6 Z 5G اهتمت أوبو بتقديم تصميم مميز لهذه النسخة. الهاتف نحيف وخفيف وبخلفية لامعة ومقاومة لبصمات الأصابع. ومن الأمام عندنا شاشة أموليد بحجم 6.4 إنش وبدقة 1080 في 2400 بكسل. يعمل الهاتف بمعالج دمنستي 800U واللي يقدم أداء سريع مع ذاكرة تخزينية بحجم 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا بايت مع إمكانية تعزيزها ب 5 جيجا بايت إضافية. وفي نظام تبريد الحفاظ على برودة الهاتف حتى مع ارتفاع درجة الحرارة أثناء اللعب. يملك بطارية بحجم 4300 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 30 واط عبر تقنية VOOC Flash Charge واللي يوفر شحن بنسبة 100% خلال 52 دقيقة. في الخلف عندنا ثلاث كاميرات الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل وماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجا بكسل. الكاميرا تقدم عدة أوضاع مميزة منها وضع الفيديو المزدوج واللي يسمح بالتصوير باستخدام كاميرتين في نفس الوقت الأمامية والخلفية، وتوفر وضع تصوير فائق الوضوح بدقة 108 ميجا بكسل واللي يسمح لك تكبر الصورة الثابتة وتشوف تفاصيل كبيرة في الصورة والتركيز التلقائي للأشخاص وغيرها من الأوضاع المميزة لتقديم تجربة رائعة في التصوير، بالإضافة إلى محرر ذكي للصور للتعديل عليها وإضافة فلاتر مختلفة بطريقة ذكية بحيث ياخذ أجواء وألوان أي صورة تختارها ويضيفها على صورتك. أما بخصوص الأمان عندنا فتح الهاتف عبر بصمة الإصبع على الشاشة أو عبر فتح القفل بالوجه. نظام التشغيل بيكون بواجهة Color OS من أوبو المبنية على أندرويد 11. نتمنى يكون عجبكم هذا الاستعراض ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم.